بكيت حتى رويت الأرض مبتسما، فقالت الأرض ما يبكيك يا عياد. وش ردك يا أبو بتال على الشعر؟ بكيت طبعا كما يبكون من قبلي، والشكوى لله هذا المكتوب ومراده. قبلي بكى حاكم قد ساد في الدنيا وهلت عليها العباير نارا، وقاده كم من رحيلا يهز القلب طاريه، وكم من قريبا معنها الناس نشاده. ندرى من الوقت والدنيا تؤنفنا، والوقت محسوب والأيام حصادة. وختام قولي فلا ناصح ولا عالم لكن لي عقل، والأيام نقادة مشاعر اكتبهج القاري فيكتبها لكنها في الحقيقة سمي عيادة. صح لسانك.